مبسوطين فرحانين بالألعاب. أصبح للأطفال متنفس للفرح في المدينة المحاصرة. تم أخيرا إعادة افتتاح حديقة الألعاب الوحيدة في مدينة تعز والمغلقة منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015. هذا خبر سار بالنسبة للأسر المحاصرة في هذه المدينة، فالتشبث بالفرح أيا كان مصدره هو الأمل الوحيد لهم في ظل الظروف العصيبة التي يعيشونها. تقاطر المئات من أطفال المدينة برفقة أسرهم إلى هذه الحديقة جاردن سيتي الواقعة بحي الجحملية شرقي مدينة تعز. ألعاب بسيطة فقط كانت كافية لتشكل فرحة حارمة لأطفال المدينة، كما تظهر ملامح هذه الطفلة. فتحوا الحديقة اليوم وأداء قذيفة المرة الأولى لا دم بالحديقة، بعدها خلاص بنى الدنيا، بعدها خلاص معتنا القناص يضرب لا دم بنا، معتناش نقدر نخرج ولا نقدر نعمل أي شيء. الدخول إلى الحديقة مجاني لجميع سكان المدينة حتى منتصف الأسبوع القادم، وهناك أيضا تذاكر مجانية لأطفال الشهداء والجرحى الذين سقطوا منذ اندلاع الحرب للمساهمة في زرع السعادة التي يفتقدونها. وهذا هو الغرض من إعادة افتتاح الحديقة كما يصرح بذلك المسؤولون عنها. وضعنا إدارة حديقة جاردن سيتي وضع امتيازاتها أمام هذه الأسر، منها أولا الدخول مجانا لجميع أسر المدينة، الدوام من الساعة 8 إلى الساعة 6 المغرب إن شاء الله. سوف تستمر الحديقة بالدخول المجاني إلى نهاية شعبان إن شاء الله، ولدينا مبادرات إنسانية إن شاء الله سوف نقوم بها أمام أسر الشهداء وأمام أسر الجرحى. حدث كهذا قد يبدو عاديا ربما في بلاد أخرى ومكان آخر أكثر حظا من هذه المدينة المحاصرة بالحرب، لكنه بالتأكيد ليس عاديا هنا ولا في وجوه الأطفال بل وحتى الكبار.